السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نقطعوا هاد الراندا هذه من بعد ما درت معكم المراحل ديال الخدمة ديالها من الأول حتى الأخر. درت معكم أخواتي حتى الفتحة ديال العنق. ضروري إلا عجبتكم هاد الراندا وبغيتوا تطبقوها خاصكم تشوفوا الفيديوهات، ومن باب الدعم أخواتي والتشجيع ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب، واللي ما مشاركش معنا في قناة تشارك مرحبا بكم كاملين في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. ونبداو بسم الله. اول حاجه غادي نقطعوا هذا التوب. هذا انا شريت هذا المقص، هذا راه ماضي من هنا من الراس باش يعاوننا بحال هذا التوب هذا اللي تيكون عندنا هنا، يعني كيعاوننا هذا باش كنهزوه دغيا. المهم اول حاجه دابا غادي نديرو غادي ندورو مع هذه الراندة هذه من جناب. نبداو بسم الله. نجيو لهنا، خاص ضروري اخواتي تردوا بالكم على حساب هذه الراندة هذه باش ما تقيسوهاش. غادي ندوزو غير من الجنب نحاول نبقاو نديرو ايدنا ما بين التوب والراندة بحال هكا. هاد الصبع هذا هاد المقص راه ماضي، المهم نحاولو غير بشوية. صافي غادي ندور معاها كاملة. صافي هانتوما باش ما نطولش عليكم فيديو، انا غنكمل هاد التوب هذا. غنبقى دايره من هنا عادي وغندوز حتى من هاد الجهه عاوتاني ندوز عادي حتى نحيد التوب، ومن بعد غنرجع نوريكم كيفاش نقطعوا الجويه الاخرى. هانتوما اخواتي انا حيدت لي هاد التوب من جناب. المهم كتمشيو غير بشويه تقيسوا الراندا. بالنسبه لهاد المقص راه كيعاون بزاف والله الا عنده هاد الراس ماضي من القدام كيعاون في التقطيعه. وتحاولوا تعطيوها وقتها وغير بشويه عليكم. صافي هانتوما دابا ملي كنحيدوا التوب من جناب غنقلبوه دابا ونقيو هاد التوب كامل. غنجي لهنا هانتوما بالزوين عاوتاني هاد المقص كتهزوا بيه بحال هكا هاد الوسط. هانتوما بحال هنا تحاولوا تنقيو بحال هكا وتجروها بحال هكا. هانتوما غير كتجروها وكتحيد. المهم بالنسبه هنا للجناب غير كتنقيو هادشي من الجناب وكتجروا التوب وكيتجر. هانتوما بالنسبه للوسط نقطعوه عاوتاني غير بشويه. هانتوما بهذه الطريقه هذه او غادي نعاود تاني مع الوسط. هاد التقطيعه راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، غير هي كتبغي التركيز وغير بشويه تقيسوا الراندا. يعني صعيب الا قصوا الراندا بالمقص، صعيب غير بشويه عليكم حتى تقطعوها. نجي عاوتاني بالنسبه للجناب غير كنجرب بحال هكا التوب وكيتجر. الوسط عاوتاني من هاد الجهه مع قطعنا كيتجر، اما هاد الجهه خاصني عاوتاني نقطعها بحال هكا. ها نتوما بحال هاد البلايصات اللي داخلين صغار، راه هاد المقص هذا ما عنده هاد الراس الصغير كيدخل لينا في هاد البلايصات هادو.
هانتوما بالنسبه لهاد البلايصات اللي صغار كنبقى نجر غير بحال هكا دوك الخويطات صافي وكيتنقاو، راه ساهل. وبالنسبه لقيتو اخواتي حتى النتاف راه كيعاون بحال هكا باش تبقاو تجرو بيه. المهم انا ما وجدتوش بكري، ما استعملتوش، انا غنبقى غير بهاد الطريقه هادي. هاد الطريفات ديال التوب غنبقى نقطعهم بحال هكا، حقاش هاد المقص في الحقيقه زوين كيعاون. صافي غنبقى غاديه بحال هكا حتى تنقي هاد التوب كامل من هنا، ومن بعد غنرجع لكم باش نكملو. هانتوما اخواتي راني حيدت التوب كامل، بقيت معاه غير شويه بشويه، واخا باقي خاصني نقي بحال هاد الخيوط هادو. هانتوما هاد الخيوط في الحقيقه من الاحسن خاصنا ليهم نتاف، انا ما تصابش عندي نتاف، نخليهم بحال هكا حتى ندبر على شي نتاف، وغادي نحيد هاد الخيوط كاملين. ضروري خاص هاد الخيوط يحيدو باش كتنقى لينا. المهم اهم حاجه هي انا نحيد التوب، والحمد لله ما تقاس ليا لا راند لا والو. صافي بغيتو تبقاو تنقيو فيهم بحال هكا ولا تبقاو تنقيو فيهم غير بحال هكا وكيحيدو، ولكن الحقيقه انا ما عنديش الطفران خاصني نتاف. المهم غنخليهم حتى من بعد وغنقيهم. وهانتوما هادي هي الرانده ديالنا. بغيت غير نوريكم بحال هنا اخواتي، بحال دابا ملي تكون عندنا التوب بحال هكا كتقطعوه غير من واحد الجهه، والجهه الاخرى غير كتجرو بحال هكا وكيتسل، من الاحسن تسلو بحال هكا. اما الا قطعتو من هنا ومن هنا فكتبقى ديك الشياطه ولا دوك الشنات كيبقاو مشدودين، من الاحسن نقطعو غير من جهه والجهه الاخرى غير نجرو بحال هكا وكيتسل. هادي اخواتي راه الفتحه ديال العنق مع حنا اصلا خاد منها مفروقه، ملي بغيت نخدمها معاكم خدمتها مفروقه، خدمت سلسله من هنا وسلسله من هنا وطلعت الراندا. صافي داكشي علاش غير سليت التوب، صافي هي تبان لينا الفتحه ديال العنقيه هادي. صافي غادي نقي هادشي مزيان وغادي ندوزو باش نلصقوا هاد الراندا في التوب. بالنسبه لهاد الراندا اخواتي انا ما احتاجيتش انني نصلحها، اللي حيت لي داك التوب اللي لتحت اللي كان شادها تلقات يعني جات مطلوقه، ما تحتاج انها تصلح. هانتوما جات مطلوقه يعني حتى بلاصه ما جاتني فيها مكمشه باش غادي نصلحها. غادي ندوز دابا ان شاء الله للتوب ونوريكم كيفاش غادي نلصقوها. هذا هو التوب اخواتي اللي غنركبوا فيه الراندا ديالنا، هو هذا. بالنسبه لهنا انا راه مازال ما ركبتش القب، صافي نشبت هاكا التوب لبرا. غنجيو لهنا لقدام، هادو هما الجهات بجوج، غنجيو لهنا غادي نتنيو التوب القياس اللي عندنا زيد غنتنيوه، ولكن ما غنتنيوش لداخل، غنتنيو بحال هاكا لبرا بحال هاد الجهه راني تنيتها من قبل. هاد القياس هو اللي عندي انا زيد تنيتو، نتوما شوفوا القياس اللي عندكم زيد تنيوه. صافي غنتني غير حتى لهنا يعني غير القياس اللي غنركب فيه الراندا بحال هاد الشكل هذا، غير نشبوه. غنشب هاد الجهه الاخرى حتى هي معاكم. بالنسبه لك القب راكب حلو واحد شويه حتى تلصقوا الراندا، عاد عاودوا كملوا. كان ما راكبش خليوه حتى تكملوا الراندا ديالكم عاد ركبوا التوب. هانتوما هذا هو القياس اللي انا عندي زيد، صافي غنشبو بحال هكا. بالنسبه لهاد التوب اخواتي صدق قاصح يعني صعيب الخدمه فيه، كنحاول ما امكن ندير شي بره ماضيه. اما بالنسبه لكم نتوما الا كانت غير بحال هكا مليفه ولا جوهره غتخدموا بالبره نمره 6 او 7. انا هنا راه مره كنبدل البره غير باش تدوز ليا فهاد التوب بحال اللي قاصح في الخدمه ديالو واخا كيبان ملس. صافي غنشب هاد الجهه بحال الجهه الاولى ونرجع ليكم. بالنسبه لهنا اخواتي انا راه عندي هاد التوب مخطط يعني كنتبع الخط، اما نتوما لا عبروا بالسنتيم، يعني الا تنيتو هنا سنتيم بقاو تحافظوا عليه حتى لتحت، تنيتو جوج غتحافظوا عليهم. انا هنا راه هذا هو القياس اللي يزيد، صافي وكنتبع السطر. صافي اخواتي هانتوما راني كملت النشاب ديال التوب، نشبناه بحال هكا برا. بالنسبه للقب راه مازال ما راكبش، وهذه هي الراندا ديالنا اللي غادي نركبو هنايا. هانتوما هي هذه. صافي دابا بالنسبه للتركيب غادي نركب انا بهذا البره نمره 7 تقريبا 7 او 6. المهم على حساب اللي تهز ليكم التوب غادي تخدموا بها، خمسه لا تجي كبيره. بالنسبه للحرير انا برمت غير على شعره وحده باش ملي نبغيو نركبو به ما يجيش باين. صافي غنجيو لهنا، نسيت ما قلتش لكم اخواتي انا شريت نتاف، هو هذا
ملي حبست الفيديو كنت شريت نتشاف، عاد كملت، عاد غنكمل معكم الفيديو. هانتوما راه تيسهل في الحقيقه، ضروري تاخذوا هاد النتاف والمقص اللي وريت ليكم، حقاش حتى المقص تيعاون في التقطيع ديال هاد الرانده. هانتوما بحال هاد الخيوط هادو اللي كيبقاو هكا كتجيو لهنا غير كتجرهم بحال هكا وكيتجروا. هانتوما كيسهل كيسهل والله، فين ما لقيتو شي بلاصه فيها الخويطات جروهم كيتجروا. هانتوما شفتوا بسهوله كيتجروا، خصوصا بحال هكا لقيتو شي طرف ديال التوب بحال هكا باقي كتجرو بحال هكا وكيتجر. صافي انا غنكمل هادشي من بعد. هانتوما كيتحيدوا الخيوطه، غادي دابا نخدم معاكم هنايا. غنجي لهنا بالنسبه لهاد الراندة اخواتي راه تقريبا كل وحده والطريقه ديالها. انا ما كنقدرش نركبها من هنا من لفي، كنخاف يجي الديفو يشيط ليا هنا ما نلقاش كي ندير ليه. غادي نخدم من هنا ونزل، وديك الساعه فين ما وصلت ليا الراندة غادي نركبها. غنبداو اخواتي من الفتحه ديال العنق، هذه هي الفتحه ديال العنق. غنجي لهنا التوب راه حنا نشبناه هنا باش يبقى الديفو عندنا هنايا، كون نشبناه دابا هنا فملي غنتنيو التوب غيجينا هذاك التوب هنا، المهم دخلناه لداخل. غنجي لهنا غنبدا من هاد الجهه هادي، وعاد من بعد ندوز للجهه الاخرى. هانتوما كنشدوها مفتوحه، نحيد هاد الشيء هذا. هانتوما غير تبعوا اخواتي وغير بشويه، واللي ما فهمات شي حاجه تواصل معايا راه نزيد نشرح ليها. غنجيو لهنا، غنجي من القنت، من هاد القنت هذا غادي نركب فيه هاد الراند بحال هكا. غنقرب ليكم، هانتوما غنجي للقنت اخواتي ديال التوب مع القنت ديال الراندة، ونشد هنا في السنسله. بالنسبه لهاد السنسله راه ملي كنا خدمناها جهه شدينا فيها الراندة وجهه بقات، هذيك الجهه اللي بقات هي اللي غنبداو نخدمو فيها دابا. نقص من هاد الخيط، نديرو الخيط غير قصير باش ما يتشنتفش لينا، حقاش بارمينو غير على شعره وحده. حاولوا تبرموه مزيان، نهز هاد العوينه ديال الحرير. صافي انا بالنسبه لهنا ما كنخدم لا ضربه ديال الراندة لا والو، غير بحال اللي كنخيط. هانتوما غنجي لهاد السنسله ونجي لهنا للتوب، غنعاود نشد هنا فهاد السنسله، وملي نبغي ندوز للجهه الاخرى غندوز من هنا باش هذيك الدوزه ديال الخيط تجي من التحت ما تجيش باينه. هانتوما غندوز البره من هنا، ونجي للسنسله اللي حدا هادي ما نقصو حتى سنسله، وملي نبغي ندوز للجهه الاخرى كندوز بحال هكا كندوز البره من هنا لهنا. الا جيت ندوزها من هنا لهنا غتجي باينه، حاولوا ديروا هذيك الدوزه ديال الخيط من التحت. غنجي لهنا البلاصه من خرجت البره تتكون مقابله مع هذه السنسله. صافي دابا غنجيب الخيط من هنا ونجيبوا لهاد السنسله هذه، غنخرجها من هاد البلاصه هادي قريبه لهاد الخيط. شفتوا هذيك التدويزه ديال الخيط تجي من التحت. المهم انا هذه الطريقه اللي تندير، انا حاولت ندير هاد الطريقه اللي تجي الرانده تبان بحال اللي مخدومه في التوب وما تجيش هاد التركيبه باينه، ودرت حتى الخيط رقيق. هانتوما بهذه الطريقه، وضروري اخواتي حطوا حداكم من التاف باش فين ما لقيتو هاكو شي خويط تحيدوه. هانتوما صافي نجي هكا، نجي السنسله اللي حدا هادي ونخرج البره من حدا هاد الضربه هادي. غنبقى غاديه مع هاد السنيسلات، المهم انا ما نقصت السنسله باش تجي الخدمه متقونه. ردوا بالكم لا تكمش لكم الرانده او لا تكمش لكم التوب. هانتوما كنجبدوا بحال هكا تنقادوا مزيان وكنبداو غادي نخدموا عادي. ملي خرجت الخيط من هنا غنجي للسنسله اللي مقابله معاه، صافي ونعاود نكحز عاوتاني البره. صافي البلاصه من خرجت البره غنجي للسنسله اللي مقابله معاه، وهي راه غاديه سنسله بسنسله ما تنقصو حتى سنسله. صافي هذه هي الطريقه اللي ديروا هنا في الفتحه ديال العنق. غنبقى غادي اخواتي، هانتوما شفتوا هاد الضربات اللي غاديين في السنسله، ملي ما كنقصو حتى سنسله فراه كتبقى تبان هاد الخدمه مزيانه. اما الا نقصتو سنسله وزاحمتوهم ولا شي حاجه راه كتجي الخدمه عيانه، اولا نقصتو بزاف كاين اللي كتشد هنا وتنقص تشد هنا. المهم هذيك الخدمه ما تجيش مزيانه، غتبقاو غاديين بشويه عليكم. هاد التركاب ديال الراند عطيو الوقت وعطيو الخاطر وخدموها مزيانه متقونه باش تجيكم تبان الراند مزيانه. المهم غادي نكمل اخواتي،
نكمل حتى لهنا وغنرجع لكم. هانتوما اخواتي، انا بقيت غاديه بنفس الطريقه حتى وصلت لهنا. هانتوما اللي مشيتو سلسله بسلسله غتجي الخدمه بحال هكا نقيه، وتجي هاد التركيبه ما بيناش. صافي ملي وصلت هنا غتوثقوا هاد الضربه الاخرى غتعودوها. صافي وغندخل الخيط هنا اولا، نشد به في الراندة بحال بحال اللي بغيتو، شدوا هكا في هاد الضربه ديال الراندة. المهم تبتوا الخيط مزيان، نهزوا شي عوينه بحال هكا، نثبت الخيط غادي نعقدو ونقطعو. هاد الطريقه اخواتي راها سهله باش تبداو من هنا وتنزلو، تيبان لكم حتى النص. دابا النص ولا باين، حنا غنهبطو بحال هكا من مع النص ديال التوب النص ديال الراندة. صافي غنركب خيط اخر، غنجي دابا اخواتي لهنا، المهم نصغر واحد شويه باش يبان لكم اشنو تنديرو. صافي دابا حنا ركبنا هنايا هاد الراندة مع الفتحه ديال العنق، هي هادي. غنجي دابا لهنا لهاد الجهه، هانتوما شفتوا هاد الجهه هادي، ديك الهبطه اللي كنا هبطنا طيحنا الراندة من هاد الجهه هادي، كتجينا مع هاد الدوره ديال العنق. غنجي دابا لهنا غنخدم من هاد الجهه هادي باش نركب هاد السلسله مع هاد الجهه هادي وننزل من هنا، ندور الدوره وننزل. غنجي لهنا، هانتوما غنجي لهنا ونخدم هاد شويه هذا، نديرو خيط جديد، نجي لهاد القنت نبدا من هنا. صافي نهز هاد اللوينه ديال الحرير ونخدم بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم. دابا ندوز هاد الخيط من التحت باش ندوز لهاد الجهه، من الاحسن ندوزو الخيط من التحت ماشي ندوزوه من الفوق باش ما يجيش باين. صافي ونجي لهنا مقابل مع هاد السلسله ونعاود ندوز عاوتاني لهنا، ونحاول نهز هاد السلسله مقاده، يعني ما نخليش نصها ولا شي حاجه باش تجينا الخدمه مقاده. نجي لهنا للتوب ونجي للسلسله، صافي غنبقى غادي حتى نوصل لهاد البلاصه هادي. بالنسبه لهنا الخيوط البيضين راه كنجروهم بالنتاف كنحيدوهم، وهاد الخيوط هادو اللي كنا عقدنا راه كندخلوهم بحال هكا، كندخلوهم بحال هكا ونهزو حنا غير النص ديال السلسله اللي بقى لينا، حقاش النص هو اللي خدمنا فيه الراندة والنص الاخر هو اللي كنلصقو منه. دابا صافي كنكحزو الخيوط كندخلوهم لداخل وكنشدو حنا السلسله من هاد الجهه. غادي نكمل حتى هاد القنيه ونرجع لكم. نتوما اخواتي ملي وصلت لهنا لهاد القنيه هذا، قبل ما نبدا نازله مع هاد الجهه خاصني نثبت هاد الراندة هادي باش تجينا مزيانه. ها نتوما غنجي لهنا غنركب واحد الخيط في البره كيف ما كان، هذا غادي غير نشدو به حتى الاخر ونحيدوه. غنجي لهنا غنتني هاد الراندة بحال هكا على جوج، هانتوما غير كنتنيوها وكيبان لينا بحال هكا النص. كنجي لهنا النص اللي كاين هنا غنركبو مع هاد التوب هذا، غنجي لهنا هانتوما هذا هو النص بحال هكا، نديرو هكا ونديرو هاد الخدمة تجي متلوقة، ما نكمشو ما والو بحال هكا. النص راه باين لينا من هنا، غير ندخلو بحال هكا البرا في النص ونجيو لهاد الجهة، هانتوما بحال هكا. ما عرفتوش النص تنيوها بحال هكا على جوج، غير تنيو بحال هكا يبان ليكم النص ديالها بحال هكا. المهم سيروا بحال هكا بهاد الطريقه هادي.
ردوا بالكم لا تكمشوا هاكا الراندة، خليوها تنزل بحال هاكا غادية مقادة. هانتوما اخواتي ملي كتوصلوا لهنا راه كيبان لكم عاوتاني النص، هانتوما من هنا كتشوفوا النص وكتكملوا. بالنسبه لهنا اخواتي هانتوما هنا ملي كنا بدينا هاد الراند هنا كنت خليت هنا قياس واحد جوج ضربات اللي غنزل تحت الفي. غنحاول اخواتي نجيب هذا التوب هذا مع هاد القنيه والجهه الاخرى ثاني نجيبها مع هاد القنيه باش يبقى لي هنا هاد الفراغ اللي غنزل فيه الملاقي اللي بغيت. هانتوما بهذه الطريقه هذه صافي نثبت هذا التوب مع هذه القنيه ديال الراندا. صافي نعود نشوفو مزيان لا تكون هاكا الراندا مكمشه، نجبدوها بحال هاكا مع التوب باش تجينا مقاده. صافي اخواتي هذا هو النص، رحنا ثبتناه بحال هاكا مع النص. ها نتوما ملي كتنيو هاكا الراندا كتجيكم على جوج. غنجي لهنا عاوتاني ونكمل التلصاق ديالي عادي كيف ما وريت لكم هنا. غنبدا نازله مع هاد الجهه، ضروري نخليو قلت لكم نتاف حدانا باش ما يكون دايز بحال هكا يبان لنا شي خويط تنجروه. وبالنسبه لهاد الخيوطه اللي كنا كنعقدو ندخلوهم لداخل. حنا غنهزو النص الاخر ديال السلسله هذا اللي من هنا وما ننقزو حتى السلسله، نعطيو الوقت والخاطر باش تجينا هاد الرانده راكبه مزيان. غنجي لهنا اخواتي ونكمل معاكم. غنخدم هاد القنيه بحال هكا، عاد نشدو بالفنيته. حاولوا اخواتي ديو الخدمه مقاده، هاد العقدات هادو ندخلهم لداخل. صافي نشد في التوب ونمشي لهنا للسلسله. ملي نبغيو نهزو في التوب نهزو غير شويه. بغيت غير نخدم واحد شويه فاش نشد الفنيته. صافي ونركبو التوب عاوتاني في المخده ونكملو عادي. صافي نشد هنا بفنيته ونشدو حتى هنا. هانتو كنبقاو نشدو هنا الوسط ونهبطو الخدمه ديالنا بحال هاكا. انا غير مع التليفون ما صدتش كيفاش ندير، وما كنهز التوب كنقاربو عندي وكنبقى نخدم بحال اللي كنشب. هانتوما نجي لهنا للتوب نشد في التوب ونخرج البرا من السلسله بهذه الطريقه. نعاود نجي لهنا للتوب ونشد في السلسله. كاينه حتى واحد الطريقه اخرى اخواتي، بحال دابا ملي كنبغيو نهزو السلسله من هنا من التحت ما كتهش مزيان، كندير بحال هكا. شي مره كندير هكا كنشد غير في التوب ياك ونجي لهنا وندخل البرا في السلسله من الفوق باش كنهزو هذيك السلسله كامله. هانتوما بهذه الطريقه بحال هكا كتبان لينا السلسله يعني كتهز. صافي ونهز عاوتاني معايا شويه ديال التوب ونهز السلسله من الفوق. حتى هاد الطريقه زوينه الصراحه، ما كتخليكش تهزي غير النص ديال السلسله، كتهزي السلسله كامله. ملي توصلوا بحال هكا لشي عقده دخلوها لداخل. صافي وشدوا في السلسله بحال هكا. وماشي غير تبقاو غاديين تخدموا، ضروري تبقاو مره مره تطلقوا بحال هكا التوب والراندا باش تشوفوا راسكم واش غاديين بالراندا مقاده بحال هكا. انا بغيت غير نبعد واحد شويه وغادي نثبت عاوتاني هنا بفنيته. هانتوما اخواتي دابا الا بقيت كنخدم غيجيكم فيديو طويل بزاف،
بنفس الطريقه غنبقى غادي مع هاد السنسلات هادو. بغيتو تدخلوا بحال هكا البرف السنسله من الفوق دخلوها، جاتكم سهله باش انكم تهزوا السنسله من التحت هزوها. شوفوا الطريقه اللي تجيكم سهله وتبان لكم حتى في النظره مزيانه، يعني ما يبانش الديفو. المهم اخواتي انا غنخدم واحد شويه ونرجع لكم. ها انتم اخواتي انا بقيت كنخدم حتى وصلت لهنا، خدمت هاد الدوره هادي من هنا صافي. دابا الا لاحظتوا ها انتم حنايا التوب قالبينو لهنا، ولكن الهبطه ما خاصوش يجينا مقلوب. ملي كنوصلوا لهنا غادي نقلبوا بحال هكا، هذا هو القنت. غادي نجي لهنا وغادي نفتح واحد الفتيحه هنايا بالمقص. لا كنتو بغيتو تطبعوها حاولوا ديروا مسطره ولا ستيلو. المهم انا غادي نقطع غير من هنا، خاصني نجي هنا مع القنت وما نقطعش حتى الفوق غير حتى لهنا صافي ونحبس. صافي غنحل هذا الخيط هذا باش كنت شاده النص وباش كنت منبله. صافي وغنقلب التوب الفوق. ها انتما كان التوب عندنا هنا، دابا غنرجعو ندخلو لداخل. نركب خيط اخر ونجي لهنا، نقلب التوب لداخل ونشب هاد التوب هذا كامل حتى لتحت. صافي دابا هنا غنديروا الملاقي اللي بغينا نلاقيو بها. صافي غنكملوا من بعد. صافي غنكملوا دابا هاد الراندة ديالنا، نشد هنا فوق الراندة. انا هاد التوب الا شديت فيه بالفنيته كتبقى باينه، يعني كل توب وكيفاش كيكون. صافي نعاودو نشدو هنا بواحد الفنيته باش ما تفاوتش لينا هاد البلاصه. هانتوما كنعاودو بحال نزديوها بحال هي هادي، نديرو بحال هاكا. هانشد هنا بهاد الابره، هانتوما غنكمل الخدمه عادي. غادي غير نوري لكم اخواتي هاد الطريق اللي درت في الاخر، الطريقه باش ركبت، طريقه سهله اكثر من الاولى اللي وريت لكم. المهم نتوما شوفوا الطريقه اللي تناسبكم ديروها، غير هادي الحقيقه جات احسن. هانتوما لاحظوا معايا مزيان، هانتوما تنجي لهنا غنرجع انا مخرج الخيط من هنا من السنسله، ما غنبقاش نمشي للتوب، غنبقى نخدم غير فوق السنسله. جات في الصراحه احسن، هانتوما ما جاتش باينه وما جاتش داك الجره ديال الخيط بحال هنا. ملي كنمشي للتوب كتجي هاد الجره باينه، هنا ما جاتش باينه نهائيا. من الاحسن اخواتي ديروا هاد الطريقه، انا قلت لكم غنبقى نجرب وغادي نوري لكم الطريقه اللي جات زوينه. انا عجبتني هادي جات احسن. هانتوما غنخدم معاكم هنا فهاد شويه، غندورو عادي نقادو التوب مزيان. هانتوما شوفوا الطريقه، كنجي لهنا فوق السنسله، انا خرجت الخيط من هاد السنسله، غنرجع للسنسله اللي قبل منها ونشد. وملي نبغي ندوز كننقز وحده ونخرج الابره من الثانيه. شفتوا بلاتي تطلق لي الخيط، نركبه. دابا ملي خرجت الخيط من هنا غنرجع لهذيك السنسله اللي نقز، غنرجع فيها ونعاود عاوتاني ننقز وحده ونخرج الابره من الثانيه. هذه راه سهله اخواتي في الحقيقه، غير ديروا هذه سهله ومسربيه وكتجي في الشكل زوين. غنرجع لهاد السنسله وننقز هاد السنسله ونخرج الابره من السنسله الاخرى الثانيه. نعاود نرجع لهنا، نخلي وحده ونشد في اللي حداها ونعاود نرجع هنا. وبهاد الطريقه تنكونوا كنخدموا في السنسلات كاملين، كيجيو مقادات وراه كتجينا الراندة ثابته مزيان وتا الشكل تيجي زوين. غنكمل هاد الهبطه حتى لتحت بهاد الطريقه اللي وريت لكم اخواتي، غنقربها لكم باش تبان لكم مزيان، لان هاد الطريقه الصراحه جات زوينه. ها نتوما خرجت البره من هاد السنسله، غنجي لهاد السنسله اللي قبل من هادي، ندخل البره ندوزها من تحت التوب ونجي لهنا، غنخلي السنسله ونشد في اللي حداها، يعني غنخرج في اللي حداها وغنعاود نرجع لهذيك اللي خليت ونخلي عاوتاني وحده ونشد في اللي حداها. نبقى غاديه بهاد الطريقه سهله اخواتي. اما الطريقه الاولى جاتني شويه صعيبه وكيبقى يبان الثوب بحال مكمش،
بهذه الطريقه ما كنقيسوش الثوب كاع، خصوصا بالنسبه لهذا الثوب هذا بحال اللي كتبقى غير البره اللي دازت منه كتبان، تخافوا يعني يتسل. هانتوما نبقى غاديه بهذه الطريقه، ردوا بان الرانده والثوب باش ما نكملوش الخدمه. هانتوما اخواتي بالنسبه لهاد البلاصه هادي، راه حنا ملي كنا بغينا نبداو هاد الرانده كنا خلينا هنايا قياس هاد الرانده اللي غنهبطو. هانتوما لاحظتوا غاديه بحال هكا من هنا، غاديه مقاده ما غاديش من هنا متلته باش نهبطو من هنا الرانده. صافي هانتوما غنتبت دابا هنا الخيط مزيان، هاد راه حرير اخواتي ماشي خيط، برمتو غير على شعره وحده، البرا خدمو ببرا رقيقه شويه. صافي غنثبت هنايا الخيط مزيان، هانتوما ديال الرانده ديالنا. المهم حنا دابا ركبنا جهه وباقى الجهه الاخرى، هانتوما تجي على هذا الشكل، راه جات مطلوقه ما جات لا مكمشه لا والو. هانتوما اخواتي بالنسبه للجهه الاخرى راه تندورها ساهله، راه ما غاتجيكم الصعيبه، غنديروا نفس داكشي اللي درنا هنا غنديروا هنا. اول حاجه غنبدا من هنا من هاد الفتحه هادي، غنشد من هنا من هاد القنت، نركب خيط جديد نشد في هاد القنت ونهبط، نهبط مع هاد الفتحه هادي بحال كيف ما خدمت هنا. صافي ومن بعد اخواتي غنركب خيط اخر وندور من هنا. تقريبا راه ساهله بلا ما نعاودها معاكم، حقاش الفيديو غيجيكم طويل بزاف. تقدروا عاوتاني تشدوا النص بحال هكا من هنا تخيطوه ببراو خيط يعني تثبتوه، انا نقدر نشد بحال هكا غير بفنيته. صافي وكتحطوا حداكم هاد النتاف، نتوما غاديين كتخدموا في هاد الرانده ونتوما كتجروا بحال هنا. هانتوما لاحظتوا هاد البلاصه هادي فيها هاد الشنات، في هادو كنجروهم بحال هكا، كنحيدو بحال هكا كننقيو، شفتوا كيتنقاو دغيا. صافي اخواتي ما غنعاودش معكم هاد الجهه، راه بنفس الطريقه غير تعرفوا كيفاش تركبوا، غادي تدوروا معاها كامله. غير هي حاجه انا غنزل عاوتاني من هنا، ما نخدمش من التحت ونطلع باش تجيني الخدمه مقاده. ملي غنخدم ضروري ما نكمش ونجبد. هانتوما لاحظتوا هانتوما غير بحال هكا ملي غادي نجبدوا بحال هكا، غنجيو تاني لهنا وهنا عاوتاني غنكملوا الخدمه في هاد القنيت وهاد البلايصه هادي، غنهبطوا منها الملاقيه. ضروري اخواتي ملي توصلوا لهنا لهاد القنت غتعاودوا تشدوا عاوتاني المقص وتحلوا هاد البلاصه من هنا بحال كيف ما كنديروا في الفي، غير كيف ما درنا هنا. كيف ما درنا هنا رجعوا غير عاودوا الفيديو اللي درنا هنا ديروا في الجهه الاخرى. صافي وغادي من بعد ننزلوا الملاقيه، غادي نقيس دابا. هانتوما ديال الرانده ديالنا، غنشوفوا هاد الهبطه واش غتبقى لينا قد قد. ضروري خاصها تبقى قد قد، حقاش الا لصقت الرانده وجات من قاده يعني ما شربتو حتى من جهه، راه خاص الثوب هنا يبقى قد قد. هانتوما اخواتي شفتو، غير هي واحد الحاجه ضروري قبل ما تبداو تلصقوا في الرانده عبروا لقدام واش قد قد، يعني شدوا الثوب بحال هكا ديروا فوق بعضياته وعبروه. الا كان الثوب قد قد خاصكم حتى ملي تركبوا الرانده وتبغوا تهبطوا الملاقي يبقى قد قد، يعني ما تشربوا حتى من جهه. صافي اخواتي غادي ان شاء الله نكمل انا هاد التلصاق ديال هاد الرانده. هادشي اللي كاين اخواتي، ما تنساوش اخواتي لعجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب، اللي ما مشاركاش معنا في قناه شارك، مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم رانده مع ام نعمه، وبسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.